لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطور راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أهلا بكم الأخوة الأعزاء في المحاضرة الستة من كورس Communication Skills. النهاردة إن شاء الله موضوعنا أو المحاضرة بتاعتنا سهلة جدا وجميلة وعملية في نفس الوقت. النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ نتكلم عن What's your hobby؟ نتكلم عن الهوايات. Today we are talking about your hobbies in English. هنتكلم بقى عن الهوايات باللغة الإنجليزية. تمام؟ هنسأل نتعلم إزاي عن شخص عن إيه هواياته. السلايد ظهر كده. تمام، اوكي. when you want to get to know someone، لو عايز تعرف من شخص، about ask about their hobbies، هنسأل عن هواياته and interests واهتماماته. يبقى لما اسأل شخص بقى عن هواياته واهتماماته، تمام؟ هسهل اقول ايه؟ عندي كام سؤال كده بس سهلين جدا وبساط جدا. لما اسأل واحد عن هواياته عبارة سهلة ومعروفة. What's your favorite hobby؟ What's your favorite hobby؟ ما هي هواياتك او هواياتك المفضلة؟ ايه هوايتك المفضلة؟ What's your favorite hobby؟ تمام؟ او What do you like doing؟ What do you like doing؟ ماذا تحب أن تفعل؟ تحب تعمل إيه؟ in your free time مثلا. In your free time. تمام أستاذة كوثر. What do you like doing؟ يبقى what's your favorite hobby؟ What's your favorite hobby؟ What do you like doing؟ تحب تعمل إيه؟ In your free time. أوكي يا جماعة؟ What sort of hobbies do you have؟ What sort of hobbies do you have? ايه انواع الهوايات اللي عندك؟ What sort of hobbies؟ نوع الهوايات do you have التي لديك. او ممكن اقول له how do you spend your time؟ ازاي بتقضي وقتك؟ تمام؟ بس انا بحدد له هنا الهوايات. الهوايات الحاجة اللي بيحب يعملها. ممكن يقضي وقته في حاجة هو ما بيحبهاش مثلا او يعمل اي حاجة، لكن بحدد له بقى الهواية. What sort of hobbies do you have؟ ما هو نوع؟ sort معناها نوع. sort معناها نوع sort. What kind؟ what kind of hobbies؟ كلمة kind K-I-N-D. تمام؟ what kind of hobbies do you have؟ kind. ما نوع الهوايات التي لديك؟ يعني ايه هواياتك؟ What do you get up to in your free time؟ What do you get up to in your free time؟ get up to يعني تفعل، او ايه اللي بتقوم بيه في وقت فراغك. ايه اللي بتقوم بيه في وقت فراغك؟ get up to in your free time. بتحب تعمل ايه او ايه اللي بتعمله في وقت ايه فراغك؟ تمام. ده لما اجي بقى اسال واحد عن هواياته، ايه اللي بيحبه يعمله ايه وايه اللي بيفضله. ممكن اسال الاسئله دي. ينفع اقول ايه؟ يا ريت يا جماعه، يا ريت نشارك. استاذه هبه، ينفع نقول ايه؟ get بدلا من do. هي get up يعني يعمل، بيقوم بيه. get up to يقوم بيه، كلها على بعضها كده.
ماذا تفعل؟ ماذا ايه؟ ماذا تقوم به؟ ايه اللي بتقوم به؟ in your free time. What do you do in your free time؟ بتعمل ايه في وقت فراغك؟ هي. What do you do in your free time؟ هو الصوت بيقطع عن الكل يا جماعه ولا ايه؟ اوكي. اوكي ماشي. يبقى ممكن اقول ايه؟ What do you do in your free time؟ What do you do in your free time؟ What do you do in your free time؟ ماذا ايه؟ تعمل او ماذا تفعل في وقت ايه؟ فراغك. What sort of hobbies do you have؟ What sort of hobbies do you have؟ What sort of hobbies do you have؟ What do you like doing؟ What do you like doing؟ What's your favorite hobby؟ What's your favorite hobby؟ ما هي ايه هوايتك؟ ده لما اجي ايه؟ What are you صح كده What are you interested in؟ بما تهتم؟ بما تهتم؟ الأولى What's your favorite hobby؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ الثانية What do you like doing؟ ماذا تحب أن تفعل؟ بتحب تعمل ايه؟ In your free time مثلا في وقت فراغك. What sort of hobbies? What sort of hobbies do you have? ما نوع الهوايات التي لديك؟ ايه الهوايات اللي عندك؟ او What do you get up to in your free time? What do you get up to in your free time? بتحب تعمل ايه؟ ماذا تحب ان تفعل في وقت فراغك؟ اوكي يا جماعة عرفنا كده الاسئلة. What are you interested in؟ بما تهتم أو اهتماماتك. What are you interested in؟ طيب ده هنا الأسئلة. لا أرد. لو شخص سألني عن هواياتي وأنا عايز أرد بقى عليه، how to reply هواياتك أو بتعمل إيه في وقت فراغك؟ ممكن إيه أقول إيه؟ in my free time في وقت فراغي I read stories. أقرأ إيه؟ القصص. أقرأ القصص. أو like reading. I like reading. في وقت فراغي بحب إيه؟ أقرأ. I like reading. بالظبط. تمام؟ يبقى in my free time في وقت فراغي I وبقول الحاجة اللي أنا بحب أعملها. I like reading. I watch TV. تمام؟ I play chess. I play computer games. أقول بقى إيه الهواية. أوكي طريقة تانية برضو فبقول إيه بخليها مضارع بسيط عشان عادة. بالظبط كده يا أستاذة منور صح. لما أتكلم عن عادة حاجة متعود أعملها هواية بعملها بستخدم المضارع البسيط. لايك بيبقى مضارع بسيط. أو I watch TV. I listen to music. بستمع إيه للموسيقى. I do exercise. بمارس ايه؟ تمرينات. ممكن اقول ايه؟ When I have some spare time. When I have some spare time. كلمة spare time معناها وقت فراغ برضه زي free time. Spare time هي free time. When I have some spare time لما بيبقى عنده وقت فراغ عندما يكون لدي وقت فراغ انا بعمل كذا مثلا ايه I read stories I watch TV أو I listen to music I play football أو ممكن اقول I like playing tennis I like watching TV I like reading. اوكي يا جماعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I like swimming بقى يا استاذ صفاء. swimming I like بيجي بعدها الفعل في ال gerund مضيف الفعل ing بعد like. فيه نقولها في المحاضرة ديت الفرق بين like reading و like to read. I like painting. تمام صح بحب ايه ارسم.
طريقة تانية. I like، من غير ما أقول الجمل ديت يعني أقول I like reading. تمام صح. I like jogging. يعني ممكن ما أقولش in my free time. ماشي، بس أنا هنا بقولها عشان تحديد، بحدد له في وقت فراغي أنا بعمل كذا، أو لو قلت له أنا بعمل كذا من غير وقت فراغ ولا حاجة. Playing football. اه ماشي، في اللغة ال playing صح. اه واحد قال لي مثلا what's your favorite hobby، اقول له playing football، لعب كرة القدم. او اقول له انا ايه الحاجة اللي بعملها، بس مش لازم اقول له انا بعمل كذا او بحب اعمل كذا. playing football، reading stories، قراءة القصص. ما reading stories معناها قراءة القصص، playing football معناها لعب ايه كرة القدم. تمام. When I get the time، لما بيبقى عندي وقت بقى. When I get the time، لما بيكون عندي وقت. I وبقول الحاجة اللي بعملها. I like أو I watch TV. I like watching TV أو I like TV. نفس إيه العبارات. يبقى بقول إيه، بحدد بقى، بقول إيه I in my free time بعمل كذا، في وقت فراغي بعمل الحاجة الفلانية أو بمارس رياضة، شاهد التلفزيون. When I have some spare time، when I have some spare time، I مثلا ايه، I watch TV، I surf the internet. تمام. When I get the time، لما بيبقى عندي وقت. I playing computer games، I like playing computer games. I play computer، I like computer playing computer games. تمام يا جماعة، في أي استفسار بخصوص السلايد؟ خلاص كده، في أي مشكلة في السلايد ده؟ أوكي، شوف بقى إيه اللي بعد. طب تانية بقى ممكن أقولها. I relax by watching TV. I relax by، يعني أنا إيه؟ I relax by، انا بسترخي قدام مثلا، او بعمل بعمل ايه، بسترخي by watching TV، وبتفرج على التلفزيون. I relax by playing computer games. تمام. I relax by reading stories، استريح كده واسترخي واقرا ايه قصص، وشاهد التلفزيون، العب كمبيوتر. حاجة برضو سهلة تانية. I'm interested in، I'm interested in، أنا بهتم بيه أو بحب أعمل، وبيجي بعدها يا إما اسم noun يا إما gerund فعل مضاف له ing. أوكي بقى، I'm interested in بيجي بعدها يا إما اسم يا إما الفعل مضاف له ing or noun يعني اسم. زي مثلا I'm interested in football. I'm interested in football، أنا بهتم بالكورة. noun يعني الاسم، اسم زي football، TV، computer، internet. noun يعني اسم. gerund ده الفعل مضاف له ing، الفعل مضاف له ing، بجيب الفعل وأحط له ing. تمام. زي مثلا I'm interested in reading، بالظبط كده. تمام. I'm interested in reading books أو I'm interested in stories. I'm interested in stories، أنا مهتم بالقصص، بحب إيه القصص. تمام. أو I'm keen on، I'm keen on، أنا برضو مهتم بيه أو متحمس ليه. I'm keen on، keen on متحمس ليه. I'm keen on مثلا ايه story، I'm keen on stories، متحمس للقصص. I'm keen on reading stories، I'm keen on reading stories، متحمس لقراءة ايه القصص. تمام. اي مشكلة هنا؟ يبقى interested in، I'm interested in، بيجي بعدها يا اما اسم يا اما الجيرند
او الفعل مضاف له ing نفس الكلام I'm keen on noun or gerund. تمام يا جماعة؟ اوكي تمام. I'm into yeah I'm into it يعني زي ما بقول انا ليا فيه. I'm into مثلا football انا ليا في الكورة. I'm into football او I'm into playing football. I'm into playing football انا ليا في لعب ايه الكورة او ليا في الكورة. I'm into. تمام يا جماعة؟ او I enjoy مثلا football. I enjoy chess او I enjoy playing chess I enjoy reading stories او بستمتع بيه او بحب. ممكن بقى استخدم عبارات enjoy معناه يتمتع او يستمتع بيه. enjoy I enjoy I'm here I'm into reading stories. لا enjoy ما بيجيش بعدها حرف جر. enjoy بيأتي بعدها preposition هي enjoy يا اما اسم يا اما الفعل ضاف له ing هي كلها معناها يستمتع بيه من غير حروف جر. بيجي بعد طول مصدر لكن دي انتو غير تو خالص ده حرف جر تاني. تمام يا جماعة؟ you can add really or quiet after am يعني ممكن اقول ايه I'm really keen on football. I'm really keen on football. أو I really enjoy playing football. I really enjoy. كلمات بحطها قبل إيه الفعل. I'm really enjoy. I'm really keen on. تمام؟ ده للتأكيد بقى. دي معناها فعلا. really معناها إيه؟ فعلا. أنا فعلا بستمتع بإيه؟ كرة القدم. فور إيه؟ emphasis. emphasis يعني تأكيد. بستخدمها إيه؟ للتأكيد. I'm quiet مثلا I'm keen on يعني إلى حد ما متحمس ليه. quiet معناها إلى حد ما quiet إلى حد ما ماشي. really ده تأكيد بقى فعلا أنا بحب الحاجة دي فعلا كتير. لا quiet ديت إلى حد ما quiet اللي هي هادئة هكتبها لكم على تشات دلوقتي بتبقى ايه الاي قبل التي دي اللي انا كتبتها على الشات دي معناها هادئ. ايوه بالظبط كده كوايت نطقها كوايت لكن الى حد ما كوايت كوايت دي اللي مكتوبه قدامي في السلايد كوايت الى حد ما اللي كتبتها على الشات بقى اللي هي ايه كوايت هادئ كوايت. تمام يا جماعة؟ دي emphasis تأكيد بستخدم الحاجات ديت للتأكيد. بقول I'm really keen on football أنا فعلا بحب الكورة كتير أو متحمس للكورة إيه كتير. I really enjoy playing football أنا فعلا أو بحب لعب الكورة إيه كتير. أوكي يا جماعة؟ في أي مشكلة في السلايد ده؟ أوكي. giving a longer reply عايز ارد بقى عليه رد كبير شوية. تمام وعايز اقول له انا بعمل حاجات كتيرة اديله معلومات اكتر افسر له بقى ايه اللي هستخدمه بقى. قال لي you can give more information يمكنك ان تعطي المزيد من المعلومات about your hobbies عن هواياتك and interests واهتماماتك. عايز اقعد احكي له بقى عن هواياتي انا بحب اعمل ايه بالتفصيل. تمام افسر بقى الهوايات اقول مثلا I like art. Arts يعني ايه؟ الفنون او الرسم فن او رسم
ان كرافتس. كرافتس اللي هي ايه؟ الصناعات اليدوية او الحرف، بالظبط كده، صناعات يدوية او حرف، اشغال يدوية. تمام. I like arts and crafts، بحب بقى ايه الفنون او الرسم والصناعات ايه اليدوية او الاشغال اليدوية او الحرف. اكمل بقى، I'm creative، مبدع. انا شخص ايه مبدع، بالظبط، I'm creative. او I'm practical person، شخص عملي، practical. I'm creative person او I'm practical person، انا شخص عملي او شخص ايه مبدع. and like doing things، وبحب ايه اصنع اشياء. افسر له، I like doing things with my hands، بحب اعمل حاجات او اصنع اشياء بايدي. and doing، like doing things with my hands، بحب اصنع اشياء بيدي. اوكي يا جماعه، يبقى هنا بفسر له، انا شخص ايه مثلا هوايتي الرسم، بقى انا شخص مبدع، بقعد ايه افكر وافنن واطلع حاجات كده. افسر له ده لما اكون بضيف له ايه. لا احنا بدأنا من حوالي نص ساعة. تمام يا جماعة، يبقى لما اجي ايه افسر الهواية بتاعتي، عايز اديله معلومات اكتر بقى. اوكي يا جماعة، في اي مشكلة هنا، اي استفسار؟ اوكي الله، هنشوف مثال كمان. I'm an outgoing person. I'm an outgoing person، انا شخص outgoing person، يعني ايه؟ بيحب الخروج. outgoing person يعني يحب ايه؟ متفتح او بيحب الخروج. بالظبط كده، شخص بيحب ايه؟ تمام، شاب ايه منطلق، بيحب ايه الخروج. and like socializing with friends، socializing، social اجتماع، socializing اتجمع مع اصدقائي، احب ايه اتلم كده مع اصحابي. الاختلاط او التجمع مع ايه الاصدقاء، اجتماعي مع اصحابي، او بحب اتجمع مع ايه اصحابي. تمام يا جماعة، I'm an outgoing person and like socializing with friends. اوكي، او ممكن بقى هقول مثال كمان، هقول مثال كمان. I enjoy being physically active، احب دايما اكون ايه نشيط جسمانيا، physically جسمانيا. تمام، احب ان اكون نشيط جسمانيا، active نشيط. and spend a lot of time playing sports، وبقضي بقى ايه الكثير من الوقت بلعب ايه رياضة. and team games، والعاب جماعية، team games العاب ايه جماعية. انا شخص بقى ايه بستمتع ان انا اكون دايما ايه نشيط جسمانيا، I enjoy being physically active and spend a lot of time playing sports، sports and team games. تمام يا جماعة، spend بعدها يقضي وقته، socializing not idiot، socializing. ماشي يا جماعة، اي استفسار بقى في السلايد ده؟ تمام. spend بيجي بعدها الفعل مضاف له ing برضه. spend وبعد كده فترة زمنية، القاعدة بتقول spend بعد كده ايه وقت، a lot of time، 3 hours، اي وقت بقى فترة زمنية، spend وبعد كده فترة زمنية بعد كده الفعل مضاف له ing، معناها يقضي الفترة دي بيعمل حاجة دي. السي اي ايه بنطقها؟ تشي socializing. socializing. تيم معناها فريق لوحدها،
لكن تيم جيمز العاب الفريق اللي هي الالعاب الجماعيه. العاب ايه؟ جماعيه. وكلمه سبيند برضو معناها ايه؟ ينفق، يصرف فلوس. ده لما يكون بقى جايب عليها ايه؟ spend 3 pounds، عليها مبلغ من المال كده، ينفق المبلغ ده. اوكي يا جماعه، بستعمل بينج لما يكون الحاجه ديت اللي انا بحبها صفه. بينج ديت استخدمتها ليه هنا؟ لان كلمه فيها اكتف صفه adjective. اوكي يا جماعه، دي معناها استمتع بان اكون، استمتع بان اكون. I enjoy being، استمتع بان اكون physically active، نشيط جسمانيا. ماشي يا جماعه، تحت امر حضرتك يا فندم. socializing بتساوي ايه استاذ حسام؟ socializing، socializing with friend معناه ايه؟ اتجمع مع اصحابي، اجتمع مع اصحابي. تمام، او بتساوي بي سوشيال، صح؟ انا اكون ايه؟ اجتماعي. اوكي يا جماعه، اي اسئله في السلايد ده؟ اوكي، نيجي بقى لحته مهمه جدا يمكن بنعرف غلط فيها، اللي هو الفرق بين like doing، like والفعل مضاف له ing، و like to والفعل في المصدر. like doing او like والفعل مضاف له ing، اي فعل مضاف له ing، او like to do اللي هي like to والفعل فين؟ في المصدر. الفرق بينهم like والفعل مضاف له ing او like gerund، بنتكلم عن حاجة بحبها عامة، حاجة أنا بحبها إيه؟ عامة، بحب أعملها دايما عموما. تمام يا جماعة؟ we use like plus gerund، نستخدم like plus gerund الفعل مضاف له ing to talk about general likes، حاجات أنا بحبها عامة، هوايات بحبها وبعملها دايما. تمام؟ أما بقى like بعد كده to المصدر، لايك بعد كده تو المصدر، في تو هنا يا جماعه، لايك تو، لايك تو بلس انفينيتيف تو توك اباوت مور سبيسيفيك لايكس، حاجه بحب اعملها دلوقتي. تمام، يعني عندي رغبه ان انا اعملها دلوقتي بس مش حاجه بعملها دايما. يعني في فرق بين اي لايك فيشنج، اي لايك فيشنج، تمام، انا بحب ايه؟ الصيد. وفرق لما اقول ايه؟ I like to go fishing. مش عارف، انا احب، انا عايز I like to go fishing دلوقتي، ان رغم ان انا ايه؟ اطلع اصطاد، بس مش عارف ايه، انا جاتني كده في دماغي فكرة ان انا اطلع ايه؟ اصطاد. تمام؟ I like fishing ده معناها ان انا بحب الصيد عامة، انا بحب ايه؟ دي هوايتي. اما بقى like to plus infinitive to talk about more specific likes، حاجة بحبها دلوقتي محددة. fishing at the weekend، أنا والله عندي رغبة إن أنا أطلع أصطاد في نهاية الأسبوع ده، نهاية الأسبوع ده بس، يعني الفيشنج ديت جو فيشنج مش عادتي، حابب أعمل حاجة دي، أجرب حاجة جديدة ما بعملهاش دايما. تمام يا جماعة، عرفنا الفرق بين لايك doing ولايك تو دو، أو لايك لايك والفعل مضاف له ان جي، ولايك تو والفعل في المصدر. تمام، نيجي بقى الموضوع ايه؟ هاو تو اسك فور ثينجز ان انجلش، هاو تو اسك فور ثينجز ان انجلش، ازاي او كيف نسال عن الاشياء بالانجليزي؟ لو في حاجات معينه عايز اسال عنها بالانجليزي، تمام، هسال ازاي. Asking for things in English doesn't need to be stressful. مش عايزك تبقى ايه؟ stressful، متوتر. اتفضل حضرتك.
ممكن نقول انها عادات. زي لايك وال لايك جيرون دي معناها انها عادات. ask about ask about things او ask for things. تمام، بسأل عن الحاجات ديت او بطلب الحاجات ديت. ask for things، بسأل عن الحاجات يعني بطلبها. او ask for things in English doesn't need to be stressful. مش لازم اكون متوتر وانا بسأل. هستخدم الحاجة ببساطة جدا. just remember some keys. عبارات افتتاحية بس حاجات بسيطة هنعرفها. and you will be able to deal with most situations. وهنعرف نتعامل بقى مع كل المواقف smoothly، بسلاسة، and confidently، وبثقة. عبارات بسيطة هنعرفها دلوقتي. تمام، هتخلينا نتعامل مع المواقف ببساطة. اوكي يا جماعة، اوكي. ايه بقى الأسئلة ديت؟ التاني اللي فات، السؤال اللي فات smoothly معناها بسلاسة، stressful متوتر، بسلاسة او بسهولة هي هي. ask for دي معناها يطلب، يطلب شيء. ماشي، ask about يسأل عن شيء برضه بتديني معنى يطلب، تديني معنى ايه يطلب، يسأل عن شيء يعني بيطلبه. تمام، يستفسر عن شيء لان ممكن يكون محتاجه. تمام، ايه بقى الاسئله؟ asking clerks or at help desks. لما اكون بقى مع موظف او في ايه help desks، مكتب ايه مستلمات، او المكتب اللي انا بستلم منه او بطلب منه ايه مساعده، بقول ايه؟ hello، مرحبا. can او could، can او ايه could. هو انا افضل ان انا استخدم could. could more formal. تمام، بقول can I or could I، can I or could I. more respectful، more formal، اكتر ايه بشكل رسمي اكتر. can I or could I have، وبقول الحاجة اللي انا عايزها please. مثلا ايه could I have some information about new offer، new offers please. ممكن اعرف او اخد بعض المعلومات عن العرض الجديد او الحاجة الجديدة. تمام، او can I have some information about the new taxes. مثلا ممكن اخد معلومات عن الضريبة الجديدة لو في مكتب حكومي، بستخدمها في اي مكان، في اي مكتب او في اي محل. في اي محل، مثلا رحت محل ملابس اقول له ايه hello could I have a look، ممكن اخد نظرة. could I have a look on the new clothes، ممكن اشوف اخد نظرة كده على الملابس الجديدة اللي عندكم او الحاجات الجديدة بصفة رسمية. بيبقى بصفة ايه احلى، بشكل ايه شيك كده. لو قلت كان اي ماشي مفيش مشكلة، بس انا بقولك ان كود اي بتبقى احلى واشيك. او نيو كولكشن، الحاجات الجديدة، المجموعات الجديدة. بعمل ايه بقى وانا بتكلم؟ فولينج انتونيشن. فولينج انتونيشن بستخدم ايه نبرة الكلام اللي هي منخفضة، اتكلم كده بايه بهدوء، بيبقى صوتي ايه منخفض، ما اتكلمش بصوت عالي. يعني مثلا ايه اقول له مثلا في محل الملابس could I have a look on the new collection، a look on the new collection. ممكن لو سمحت اخد نظرة كده على الحاجات الجديدة اللي عندكو. تمام يا جماعة، او بقى اقول له good morning، good morning، صباح الخير. could you give me، could you give
أو could you get me، ممكن تديني أو تعطيني، عايز أطلب حاجة. could you give me أو could you get me، تمام. could you give me some information about following intonation، نبرة تام منخفضة. following intonation، intonation اللي هي نبرة الكلام. more information اللي هي المعلومات. more information انا هكتبها على السلايد. بقولي could you give me more information about more info more information about the new مثلا كمبيوتر، لو في محل كمبيوتر. please please يعني من فضلك. بنتكلم بصوت هنا ايه منخفض عادي، طب عندي صوتي. تمام يا جماعة. could you give me more information about the new computer please، ممكن تديني معلومات عن اجهزة الكمبيوتر الجديدة او جهاز الكمبيوتر الجديد اللي نزل عندكم مثلا لو في محل كمبيوتر. تمام. ده هنا بقى لما اطلب حاجات ما اوترش نفسي، سؤال بسيط جدا وبتكلم بهدوء كده. ماشي يا جماعة. او ممكن ايه لو مثلا رحت مطعم، رحت مطعم اقول له ايه could I have some tea please، ممكن اخد بعض الشاي لو سمحت. could I have some tea please، could I have some cake please. يبقى could I have ممكن اخد الحاجة دي او ممكن اطلب الحاجة دي وبقول please في الاخر. طيب بقى good evening اخر واحدة بقى. good evening a table for two please، a table for two please. يعني ايه table for two please؟ ترابيزة الفردين. انا عايز ترابيزة الفردين. يعني ايه استاذ دودو؟ انا مش فاهم السؤال. can I have ما بيصير نحكي من ضدى ترابيزة طاولة، كل ده بمعنى واحد. تمام يا جماعة. a table for two please. بالنسبة لديت اللي هي اخر واحدة ممكن نقول، ممكن اقول can I have a table for two please، ممكن اخد ترابيزة الفردين. هي تمام يا جماعة. مثلا انا اختصرتها could ممكن استخدم could بدل من can. هي كود واحد بستخدمه للطلب، بس كود انا قلت ايه صيغة احترام اكتر، صيغة احترام اكتر افضل. صيغة ايه اكثر رسمية. a table for two please، ترابيزة لفردين. في اي مشكلة بقى في السلايد ده؟ في اي استفسار؟ ده لما اجي بقى اطلب او اسال عن حاجه، اطلب او اسال عن ايه حاجه، معلومات، عايز اشتري حاجه. تمام يا جماعه. interrupting people to اتكلم، وهو ساكت مثلا وعايز ايه ادخل معاه في حوار، لازم بقى يا جماعه استخدم excuse me. excuse me معذره، excuse me معذرة. interrupting يقاطع، يقاطع شخص في الكلام. تمام يا جماعة. ربنا يخليك يا رب. interrupting يعني يقاطع شخص في الكلام.
لما قطع الشخص بقى في الكلام لازم ايه اقول له اكسكيوز مي، معذرة اكسكيوز مي، وبقول بقى سؤالي ايا كان بقى السؤال. انا جايب نماذج كده اقول له مثلا اكسكيوز مي do you know if I do you know if I can pay by credit مثلا. excuse me do you know، هل تعرف لو انا اقدر ادفع بالكريدت كارد، او do you know if I could او can buy many things. تعرف لو سمحت انت تقدر تعرف ازاي اقدر اشتري حاجات كتير مثلا مكان معين، ده لما اكون ايه صاحبي مثلا. excuse me do you know if I او do you know if excuse me do you have excuse me do you have do you have يعني هل لديك. تمام excuse me do you have any information about the new مثلا new offer، لو سمحت انت عندك معلومات عن العرض الجديد. do you know if you or do you know, do you have do you have more information about، هل عندك معلومات اكتر عن العرض الجديد او الحاجات الجديدة اللي نزلت، او excuse me do you accept do you accept بتقبل بقى ايه credit cards. لما اكون في محل بقى وعايز ادفع بايه credit cards، credit cards يعني ايه بطاقة الائتمان، بطاقة ايه الائتمان، لو سمحت انتوا بتقبلوا credit card، credit card يعني ايه بطاقة ايه ائتمان. مثلا كنت في الطريق، كنت ماشي كده في الشارع وانا غريب عن المنطقة ديت مش عارف الطريق، شفت واحد معدي في الشارع هقول له ايه excuse me لو سمحت is this the right way for، هل هذه الطريق الصحيح لي the post office please مثلا، يعني هي دي طريق مكتب البريد، او is this the right way for the airport. ده لما اكون ماشي مثلا في طريق ومش متأكد انا ايه تايه، فور او تو اتنين واحد the right way for or the right way to. اوكي يا جماعة is this the right way for the airport، هل دي الطريق المطار الصحيح اللي انا ماشي فيها، بس لازم اقوله في الاول excuse me excuse me معذرة، او ممكن اقول له ايه excuse me excuse me could you tell me if could you tell me if تقدر تقولي لو مثلا هسأل بقى there is a post office near here could you tell me if ممكن تقولي لو there is a post office near here، لو كان فيه مكتب بريد هنا قريب من هنا، او there is a cinema near here، او there is a bookshop near here، او there is a cafe near here. ممكن تقول لي لو في بقى هنا ايه مكتب بريد المطار اي مكان بقى انا عايز ايه اقول، يبقى اقول could you tell me if there is، وبقول الحاجة ايه او المكان اللي انا ايه اسأل عنه there is a post office near here. اوكي يا جماعة اي سؤال في الجزئية دي؟ تمام المحاضرات قد تسجل. excuse me معذرة، لازم اقول excuse me معذرة او معلش بعد اذنك زي ما بنقولها، معلش بعد اذنك لو سمحت excuse me. تمام يا جماعة نيجي بقى in more formal situation in more formal situation in more formal situation المواقف الاكثر رسمية. تمام عايز بقى اتكلم بطريقة اكتر ايه رسمية، او بطريقة اشيك
فبقول excuse me. لا كان، بس انا بقول more formal، اكتر بقى احتراما. تمام، اللي فات ده ماشي صح، بس انا عايز بقى ابقى ايه اكتر شياكة. مفيش فرق بينهم، بس الفرق الوحيد ان هما ايه، دي بتكون افضل بقى. هو اللي هناك ماشي ايه تمام، ممكن استخدمه صح، مفيش اي مشكلة، ده بقى افضل. زي ما فيه ايه حاجة كويسة وفيه ايه حاجة احسن منها. هنا بقى في المواقف الاكثر رسمية، مثلا مع الناس اللي اكبر مني في السن، او الناس اللي هي اعلى مني فين، في الوظائف، في المقابلات الخاصة. تمام، لكن مثلا اللي فات ده ممكن استخدمه في المحلات، ماشي، لو ماشي في الشارع مثلا هقابل شخص ايه هسأله عن حاجة. هنا بقى في المواقف الرسمية، مقابلات عمل، في الشغل مثلا. تمام يا جماعة، بقول ايه بقى excuse me would you mind، would you mind دي معناها هل تمانع فيه، would you mind معناها هل تمانع فيه. احنا خدنا قبل كده I was wondering، صح كده، في ال past continuous I was wondering، صح، انا كنت بسأل. فاكرين يا جماعة اللي كان بيحضر معانا الجرامر، خدناه في ال past continuous صح، لما قلت لكم بنسأل بيه عن ايه معينة. excuse me would you mind، ما فيش مشكلة عادي تحت امرك، مفيش اي مشكلة. would you mind معناها هل تمانع في، ان عندك مانع، زي ما بنقول احنا عندك مانع في، لو سمحت عندك مانع، ودي بيجي بعدها الفعل مضاف له ing جي mind، would you mind بيجي بعدها الفعل مضاف له ing جي. تمام يا جماعة، زي مثلا ايه would you mind keeping an eye on my luggage، لو سمحت لو عندك مانع تخلي بالك من الامتعة بتاعتي، keeping an eye on my luggage، حط عينيك على ايه الامتعة بتاعتي، دي كده ودي كده keeping an eye. تمام، on، حط العين على حقائبي، هي an eye or your eye. في بقى would you mind if I، بس would you mind if I بيجي بعدها الفعل في المصدر بقى، would you mind if I use your computer، صح كده، for some minute، would you mind، ساعات بنلاقيها do you mind، do you mind، would you mind أو do you mind، do you mind. في بقى would you mind وفي do you mind، والاثنين واحد، يعني ممكن مكان would ديت بلاقي do، do you mind. اوكي يا جماعة، ممكن اقول ايه would you mind plus gerund، would you mind معناها هل تمانع في، لا would you mind معناها هل تمانع في، excuse me هي اللي معناها من فضلك، excuse me معذرة او من فضلك. would you mind عندك مانع، وبقول الحاجة ايه تحت امر حضرتك، would you mind، وبعد كده ايه الverb plus ing، would you mind using your mobile phone مثلا، لو سمحت عندك مانع ان استخدم الموبايل فون بتاعك محمود. تمام، would you mind taking your book please، ممكن اخد كتابك. تمام، نيجي للتانية بقى excuse me I wonder if you could، لو معذرة انا بسأل، بس لو انك، اتساءل لو ان، لو انك اكون ممتن، لو انك move your suitcase a little، لو حركت الشنطة بتاعتك، suitcase يعني ايه شنطة او حقيبة السفر،
او مثلا ليالي، لا I wonder if you could بيجي بعدها المصدر I wonder if you could. تمام. ايوه هل تمانع في ان اللي هي لو، هل تمانع في ان هستخدم الموبايل، هل تمانع لو هستخدم الموبايل بتاعك، هي هي. اتفضل حضرتك تسمعني. بعد do you mind برضه الفعل مضاف ان جي زي would you mind بالظبط، زي would you mind بالظبط. 2-1 ماشي يا جماعة. would you mind do you mind الفعل بعدهم ان جي. بالظبط لان حدث ايه دلوقتي الجيرند معناها الفعل مضاف ان جي. تمام يا جماعة تحت امر حضرتك. الحقائب الشخصية اللي هي حقائب السفر سوت كيس، لا بتبقى الشنط الكبيرة اللي بيبقى فيها الهدوم. لاجيج بقى الأمتعة كلها بتبقى كل اللي معايا. تمام يا جماعة. لاجيج أمتعة السفر ممكن يكون جايب معاه حاجات كتيرة غير الشنط. الشنط اوكي يا جماعة. في أي مشكلة في أي سؤال تاني وحضرتك لو هتتابع معانا اي حاجة بنطقها وبضرب على النطق يعني مفيش مشكلة، يعني لو حد من حضراتكم بيسأل انا بنطق الكلمة عادي بقى تعتبر ايه زي نطق. تمام يا جماعة. في اي استفسار بقى في السلايد ده؟ اوكي طيب. انا بقى هناك سألت شخص. تمام. لما اجي بقى لو حد سألني وعايز ارد عليه. تمام. responding to questions ارد بقى على ايه الاسئلة. you ask for something انت سألت عن حاجة او في شخص سألني ايه عن حاجة. then the person you have asked بعد كده الشخص اللي انا سألته ده needs more information عايز المزيد من المعلومات. أنا سألته ده عايز المزيد من المعلومات. he or she أيا كان بقى asks you a question بيسألني إيه سؤال. if you haven't expected this لو أنا مش متوقع بقى السؤال، يعني هو سألني سؤال وأنا مش متوقعه. you can play for time. play for time يعني إيه؟ احاول ايه العب بالوقت، اضيع وقت. اضيع وقت ازاي بقى؟ نلعب بالوقت. فاكرين اول محاضرة، اول محاضرة في الكوميونيكيشن سكيلز something to give you time to think ادي نفس الوقت ايه افكر. ماشي استخدم الحاجات دي say something like احاول بقى ايه احسسه ان انا ايه بفكر. انا فاكر حد من حضراتكو قال جملة كده جميلة ليه اشتغله، يعني لا هي مش اشتغله انا بحاول ايه قال لي اشتغله، لا انا بحاول ايه اخد وقت كده افكر فيه بحيث ان انا ما اقفش ساكت ما احسوش ان انا ايه خلاص خلص الكلام. لا انا احاول ايه اجيب حاجه سهله، احاول ايه ادبر نفسي كده في وقت ايه قصير. فبستخدم العبارات دي فبقول ايه اقعد ايه افكر. تمام. to give you a second عشان ادي نفسي ثانيه or two او ثانيتين to formulate an answer علشان ايه اكون اجابه ما اقفش ساكت. تمام. remember complete silence اللي لازم نتذكر يعني complete silence الصمت التام makes the other person feel uneasy بيخلي الشخص اللي قدامي كده يحس ايه feel uneasy يحس بقلق يقلق. باخد وقتي كده بعمل اي حركات كده بصوتي علشان اخلي الشخص اللي قدامي ده ما يملش او يحس بقلق. تمام يا جماعة. ما حسس اللي قدامي ايه ان انا ايه خلاص قطعت ايه الكلام.
تمام. دي من المهارات اللي قلناها في اول محاضرة، ازاي بقى ايه احافظ على الكلام، اخلي ايه، اخليه يستنى كده ايه ردي. تمام يا جماعة، ده في حالة ان انا ايه ما توقعش السؤال اللي قالولي اخر سطر تاني. اوكي remember يعني ايه تذكر، دي عبارة عن ايه تذكرة او نصيحة. complete silence complete silence يعني الصمت التام. makes the other person يجعل الشخص الاخر feel uneasy. feel uneasy يعني ايه يشعر بقلق كده، يحس ايه بقلق او يمل. تمام يا جماعة، او عدم ارتياح. تمام، في مشكلة بقى في السلايد ده، في اي استفسار بخصوص الكلام ده؟ انا قلت لحضراتكم ان انا ايه بستخدم العبارات ديت، هستعمل ايه اللي انا بقولها بالعربي عادي، حاجات بستخدمها. play for time يعني ايه بلعب بالوقت، بحاول اخد وقت يعني، ادي نفسي ايه فرصة، بستخدم الحاجات دي، بدي نفسي فرصة العب بالوقت، بدي نفسي فرصة عشان افكر هقول ايه. تمام يا جماعة، تمام. بكسب وقت. مثال كده، موقف مثلا حصل معايا، مثلا كنت واقف في محطة المترو مثلا او اي مكان في وسائل المواصلات. اتفضل حضرتك، سؤال اتفضل يا باشا. لا هي نظام حركات صوتية، مش ملهاش اختصار، نظام يعني حركات بعملها بصوتي. زي عندنا احنا اللي هي دي ليها اختصار؟ لا، حركات صوت زي كده بالظبط. تمام، نشوف كده موقف عملي قدامي حصل مثلا وهتعامل فيه ازاي. انا بقى وقفت في شباك التذاكر وقلت ايه two tickets to Glasgow please، two tickets to Glasgow please، لو سمحت تذكرتين لجلاسجو. جلاسجو ده اسم مكان، لو هنخليه مثلا مكان في مصر يبقى two tickets to Alexandria please، تذكرتين اسكندرية لو سمحت. انا سألت الراجل كده وطلبت منه كده. مكان في غرب اسكتلندا، جلاسجو. طلبت الطلب، هو قال لي سؤال بقى انا ما كنتش اتوقعه، قال لي single or return. single دي معناها مفردة يعني ذهاب بس، تذكرة ايه ذهاب بس. او return، return معناها ذهاب وعودة، ذهاب وايه وعودة return. هو قال لي طيب عايزها ايه، ذهاب ولا ذهاب وعودة؟ انا طبعا ايه فوجئت بالسؤال، هعمل ايه بقى، استخدم بقى ايه الحركات الصوتية والانترجكشن اللي قلنا عليها في اول محاضرة عشان ادي نفسي ايه لوقت افكر، عشان ايه ارد الرد ايه صحيح او اخد طلبي ايه الصحيح. فانا هقول ايه return please we are coming back tomorrow، return please we are coming back tomorrow. ذهاب وعودة لو سمحت، لان احنا راجعين ايه بكرة. تمام يا جماعة، الصوت بيقطع، الصوت بيقطع عند الكل طيب ولا تمام؟ تمام. اوكي يا جماعة، اوكي كده عرفت ازاي اتعامل مع الموقف. فجالي بسؤال اتصرف بقى، بس اعمل ايه؟ ما اقفش ساكت، اقول وارد عليه. هو قال لي ايه؟ عايزه ذهاب ولا عوده؟ ذهاب ولا ذهاب وعوده؟ انا فوجئت بالسؤال، ما اقفش ساكت، اقول ايه؟
Return please. We are coming back tomorrow. تمام. اللي بعدها بقى. You are at the periodic change. Periodic change معناها مكتب صرافة. مكتب ايه؟ صرافة. اللي بيغيروا فيه العملات. تغيير العملات. اتسألت سؤال او اتسألت طلب وايه؟ وترد عليا بسؤال مفاجئ. بيرو كلمة فرنسية بس في الانجليزية. دخلت الانجليزية. عادي كلمات كتيرة جدا في الانجليزية. اصلها فرنسي. تمام يا جماعة؟ بنستخدمها في الانجليش. بيرو دي تشينج. بيرو من مكتب بالفرنسية بس ايه؟ في كلمات كتيرة جدا على الفرنسية في الانجليزية. تمام يا جماعة؟ بيرو دي تشينج اللي هي بتساوي اوف عندنا حرف جار. متداخلة اللغة الانجليزية. موزر قال لي ايه؟ How would you like your money? How would you like your money? تحب فلوسك ايه تبقى ازاي؟ او عايز العملات يبقى شكلها ازاي؟ انت عايز ايه العملات بتاعتك؟ سؤال مفاجئ ماشي وما عنديش رد عليه فوري، فانا بدي نفسي فرصة بقى بقول 3 tens and 5. 3 tens يعني 3 ايه ورقات من عملات اللي هي فئة 10 and 5 وعملات ايه 5 please لو سمحت. تمام يبقى ايه 3 tens 3 من عملات فئة 10 and 5 وعملة واحدة من فئة ايه الخمسة بليز لو سمحت. تمام يا جماعة؟ ايا كان السؤال بقى لو حاجة مفاجأة كده انا مش ما عنديش رد ليها لازم افكر، فبدي نفسي ايه هي ايه بتساوي 1 على فكرة F5 اخر سؤال. How would you like your money؟ كيف يكون او كيف تحب ان يكون شكل ايه العملات او النقود؟ النوت مكتب الصرافة Bureau de change. Bureau de change. Bureau de Bureau de change. بالفرنسية اللي بتنطق دو بيرو دو تشينج. تمام يا جماعة انا لازم انطقها بالفرنساوي برضه. بيرو دو تشينج. بيرو دو تشينج دو. اوكي في اي استفسار في السلايد ده؟ اوكي لا تشينج زي اتش على طول مفيش ايه في اولها يا استاذ جواد. جواد اوكي لا change CHANG CHANG. موقف تاني تحت امر حضرتك. موقف كمان انا سألت بقى سؤال قلت ايه هلو Can I have a leaflet about London museums, please? ممكن اخد leaflets دي معناها منشور. منشور زي ايه؟ زي ليست كده بيبقى فيها اسماء الاماكن. ليست قائمة بيبقى فيها اماكن ايه؟ اسماء الاماكن. منشور سياحي. قائمة كتالوج بالظبط كده كتالوج. بروشر او خريطة ماب اسماء الاماكن اللي هي سياحية زي دليل برضو بالظبط كده.
Hello, can I have a leaflet about London Museum, please? ممكن اخد منشور او دليل عن المتاحف في لندن لو سمحت. فجه هو بقى ايه، فاجأني بسؤال، قال لي شور بكل ايه تأكيد، anything else معناها ايه، اي خدمة كمان او اي حاجة كمان، محتاج اي حاجة تاني؟ طبعا انا ايه هفكر اقول do you have any information about musicals museums يعني متاحف، museum يعني متحف، museums متاحف. كم ماشي يا جماعة؟ قال له بقى، قال لي طب عايز حاجة تانية يا فندم؟ ما اعرفش اسكت بقى، اقول له افكر شوية كده، اقول له ايه، do you have any information about هل عندك معلومات عن musicals؟ musicals الحاجات الموسيقية والأشياء الموسيقية، تمام، حفلات موسيقية مثلا، تمام يا جماعة. هسأله بقى عن حاجات تانية، طب لو أنا مثلا anything else ديت anything else تمام يا جماعة، anything else مش دايما بتتحذف ال، مش دايما، تمام يا جماعة، anything else أنا بعمل لها دمج مع else، anything else تمام، anything else anything else بندمج. else يعني آخر، anything else يعني شيء آخر، anything else تمام يا جماعة. اوكي، في اي مشكلة هنا، اي استفسار في السلايد ده؟ تمام. نيجي بقى لسام تيبس كده بعض الملحوظات. when you ask someone for something لما بتطلب من شخص حاجة، لما تطلب من شخص شيء ما، or you ask them to do something for you أو بتطلب منه إنه إيه يقوم بعمل شيء لك، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما اجي اسال واحد عن حاجه او اطلب منه حاجه، او اطلب منه ان ايه تنفيذ عمل شيء لي، essential to be essential، it's essential to معناها من الضروري ان، تمام، it's essential to be as polite as possible، من الضروري ان تكون ايه مؤدبا، as possible as polite as possible بقدر الامكان، polite يعني مؤدب، as polite as possible معناها مؤدب بقدر الإمكان، تمام. here are some ways that you can be polite. هنا بقى هنتعلم حاجات، هنتعلم حاجات بقى ازاي ايه نكون ايه more politely، اكثر ايه أدبا أو أكثر شراكة في الكلام. إيه بقى الحاجات ديت؟ أول حاجة say hello، say hello مهارات كده نتعلمها، say hello بنقول للشخص ده إيه مرحبا، hello
and a smile go a long way. ونبتسم ابتسامة كده ماشي تبقى ماشية مع ايه go a long way say hello. ابتسامة بتمشي مع كلمة hello قول hello وابتسم at the beginning of your request في بداية الطلب. go along way معناها مع او تمشي مع تكون معاها مع ايه كلمة hello ماشي. say hello at the beginning of your request بنقول hello يعني مرحبا في بداية الطلب. زي مثلا hello I'd like a travel card please وببتسم تبقى في ابتسامة كده ما تكشرش ما اقفلش الشخص اللي قدامي ده ابتسم كده انا ايه بتكلم hello I'd like a travel card please لو سمحت مرحبا بك بعد اذنك انا عايز ايه travel card بطاقة سفر بطاقة سفر لو سمحت تمام. in more formal situations في المواقف الأكثر إيه رسمية you can say good morning لا حسب فترات النهار بقى good morning صباح الخير good afternoon good afternoon نهارك سعيد good afternoon or good evening أو مساء الخير good evening تمام. remember بقى نتذكر we only say good night بنقول كلمة good night ديت أو عبارة good night if we are saying goodbye لو احنا ايه عايزين نمشي يبقى good night معناها ان انا عايز استأذن ايه امشي اللي معناها تصبح على خير او مع السلامة at the end of the day في نهاية اليوم تمام يا جماعة. يبقى انا بعمل ايه بقى ابين تعبيرات وجهي وانا بتكلم انا كده ايه مبتسم وانا بتكلم زي مثلا ايه good evening مساء الخير we have booked a table for four we have booked a table for four مساء الخير يا فندم لو سمحت احنا حجزنا ترابيزة الاربعة we have booked a table for four حجزنا ترابيزة الايه لأربعة اوكي. في اي مشكلة في السلايد ده اي استفسار تمام بالظبط. اه لغة الجسد بتفرق ممكن الشخص بيفهمني من ايه من طريقة كلامي تمام يا جماعة ممكن الشخص ده يفهمني من طريقة كلامي خلاص يعني قربنا معلش انا طولت عليكم النهارده قربنا خلاص ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. ريميمبر في بقى حاجة لازم افتكرها بليز طبعا انا اكدت عليها كذا مرة بليز لو سمحت بليز ليه هو الانفيرجن بالعكس والله الانفيرجن لذيذ هو ماشي كتير شوية وفي لخبطة لما حاجة جديدة عليا. اه ربنا يبارك فيك يا استاذ منار هو لما اول مرة نشوفه بس هو كان صعب برضه المضارع التام المستمر طيب نرجع بقى لحضرتنا remember please please من فضلك لما اجي بقى اخلص لازم اقول ايه thank you thank you thank you ساعات بنسمعها من الامريكان thank you
thank you. بيطيروا الان بينطوا بسرعة بيقولوا thank you. اوكي thank you. remember يعني تذكر. نسمعها thank you. فريتش بقى بيقول ايه thank you thank you. هي المشكلة بقى الانجليش كله كتابته غير نطقه، مش مع اللغة بس الأجنبية، مع الأجانب اللغة الإنجليزية عامة كتابة الكلمة غير نطقها تماما. بالظبط زي كلمة water، water بنطقها war war، بيطيروا التي. تمام. في قواعد النطق اللي هو اللغة الإنجليزية اللي هي الفصحى العامية، كل مجموعة بيكون لها اكسنت، زي عندنا في مصر كده تلاقي لغة وجه بحري غير لغة الصعيد، تمام، غير لغة اسكندرية، زي كل منطقة ولها لغتها. تمام يا جماعة. كلمة girlfriend girlfriend girl بتوع girlfriend. هو بس العامية نتعود عليها ان listening. تمام يا جماعة. please normally goes at the end of the sentence. كلمة please ديت مكانها طبيعي بيبقى في آخر الجملة، يعني بقول الحاجة وفي الآخر بقول كلمة please. تمام. two tickets please، تذكرتين لو سمحت. two tickets please، يبقى please بتبقى في آخر الجملة. can you give me more, can you give me directions to Oxford Street please، ممكن تديني اتجاهات شارع أكسفورد لو سمحت please. نيجي بقى لإيه، say thank you. thank you after you have received something، لما بتاخد حاجة منه بقى، هو انت سألته عن حاجة هو رد عليك مثلا ماشي او اداك حاجة، here is your change، اتفضل ايه your change، العملة المتغيرة بتاعتك بالنسبة لمكتب الصرافة، هقول له ايه thank you. تمام. يبقى thank you بقولها بعد ما يديني ايه الحاجة اللي انا طلبتها منه ماشي، او لما يرد عليا مثلا قال لي الاتجاهات بتاعت المكان اللي انا ايه سألته عنه، بقول له thank you في الاخر. يبقى please بقولها فين، في نهاية الجملة او في نهاية الطلب اللي انا بقوله، و thank you بقولها ايه بعد ما ايه يطلب، بعد ما يقول لي او يرد عليا الطلب. here is your change، يعني اتفضل ايه الباقي. here is your change، اتفضل الباقي او الفكة او العملات اللي انت ايه عايز تغيرها. here is your change، change معناها الفكة، بمعناها الفكة، اديته حاجة، اشتريت حاجة وزاد مني الباقي، فبقولي change فكة، الفكة بتاعت ايه باقي الفلوس. تمام يا جماعة. في اي مشكلة في السلايد ده، اي استفسار؟ الباقي الخليج. ممكن بقى لو حد عرض عليا حاجة. تمام. you can use yes please، you can use yes please or no thank you، او لا شكرا. حد عرض عليا او طلب مني ان اخد حاجة، تمام، لو عايزها بقول له yes please، لو مش عايزها بقول له ايه no thank you. no thank you ده ايه in response to a question، في الرد على سؤال. طب نشوف مثال كده هيوضح لي اكتر. مثلا ايه would you like salad with your pizza، would you like salad with your pizza، تحب تاخد سلطة مع البيتزا، تحب تاخد سلطة مع البيتزا، مجرد طلب، انا طلبت مثلا بيتزا، هو
هو قال لي طب تحب يا فندم تاخد سلطة مع البيتزا؟ Would you like salad with pizza? With your pizza? فما وافقت اقول له ايه؟ Yes please. ماشي ماشي لو سمحت. لو هرفض بقى اقول له ايه؟ No thank you. No thank you. لا شكرا. تمام يا جماعة؟ يبقى لما اجي ارد على الطلب لو وافقت اقول ايه؟ Yes please. هو اقول له ايه؟ لو مش هوافق بقى No thank you. No thank you. لا شكرا. لو عايز اخد حاجة تانية اقول ايه؟ اقول اطلب طلب عادي اقول ايه؟ Can I take something else؟ ممكن اخد حاجة تانية with pizza؟ اخد طلب عادي زي ما قلت في البداية Can I او Could I؟ Could I take؟ ممكن اخد مثلا ايه؟ Could I take او Could I have some tea with pizza؟ ممكن اخد بعض الشاي مع البيتزا. اطلب طلب عادي. تمام يا جماعة؟ اوكي انا هجاوب على الاسئلة ديت في الاخر بعد اذنكم. ممكن لو هبدل اقول instead of pizza بدل من البيتزا. اتفضل يعني here you are. Here you are. اتفضل. Here you are. لا خلاص احنا قربنا يا محمد. تحت تابع حضرتك. Say excuse me زي ما قلنا وأكدت أهو بقولها كمان excuse me. Excuse me دي بقولها إمتى بقى؟ If you ask someone who's doing something لو بتسأل واحد مين اللي عمل أو عمل الحاجة ديت remember to say excuse me. هقول excuse me فين بقى؟ في البداية في المقاطعة لما كنت بقول ايه المقاطعة لما اكون بقاطع شخص لما اكون بقى عايز حاجة تانية بقى بطلب حاجة فبقول ايه excuse me مثلا مثال كده excuse me do you have this dress smaller size عندكم الفستان ده حجم اصغر لو سمحت باردون بس دي بالفرنسية هي بتستخدم في الانجليزية عادي باردون بس احنا عندنا ايه اكسكيوز مي يا جماعة دي نستخدم باردون باردون دي بالفرنساوي اوكي انا بشوفه في الانجليش عادي باردون مي بشوفه في الانجليش تمام يا جماعة هي بتبقى في الانجليش عادي مفيش مشكلة يبقى انا لو في محل مثلا ملابس بقول ايه Excuse me, do you have this dress in a smaller size? لو سمحت عندك نفس الفستان ده بس مقاس يكون أصغر؟ مثلا أنا في الشارع واحد قابلني في الشارع Excuse me لو سمحت Do you know where? طيب اوكي هو النت عندي بس ايه الإشارة ضعفت شوية معلش Excuse me, do you know where the nearest bank is? لو سمحت تعرف فين أقرب بنك؟ Do you know where the nearest bank is? تمام يا جماعة؟ في أي استفسار؟ أوكي شو بقى إيه structure of an organization؟ محادثة بقى عملي نطبق بقى اللي خدناه ده بطريقة عملية أو بشكل إيه مواقف ماشي يا جماعة مثلا حصل موقف قال لي إيه كلير greets you الموظف بقى بيرحب بيا وبيحييني قال لي إيه good morning how can I help you صباح الخير أقدر أساعدك أو إزاي أقدر أساعدك كيف يمكنني أن أساعدك أو what can I do for you؟ أقدر أنفذ لك أي طلب يا فندم؟ What can I do for you؟ أي خدمة زي ما بنقول؟ تمام؟ اتنين بقى you ask for something أنت هتسأله بقى عن حاجات هو قال لي can I help you؟ أو what can I do for you؟
انا هرد عليه بقى ايه، عايز اساله عن اسئله او اطلب منه حاجات. هقول له ايه؟ هلو، اهلا فلان، اهلا بيك، I'd like some information about، والله انا عايز بعض المعلومات عن، I'd like some information about، انا عايز معلومات عن مثلا ايه، زي كمبيوترز، اجهزه ايه، كمبيوتر مثلا، او can I have، ممكن اطلب او ممكن اخد some information about new collections، عن الحاجات الجديدة اللي عندكم. يبقى I'd like some information about، أنا عايز معلومات عن، أو ممكن أطلب الحاجة الفلانية دي. تمام؟ زي مثلا إيه؟ Can I have three stamps for Europe please؟ أنا عايز إيه، 3 طوابع بريد لأوروبا لو سمحت. stamps يعني طوابع بريد. اوكي يا جماعة، في أي مشكلة هنا؟ أي استفسار؟ زي مثلا إيه؟ single or return، ذهاب، معلش أنا زودت وقت الغرفة، أسئلة مبسطة، single or return، ذهاب ولا ذهاب وعودة؟ air mail or surface mail؟ بريد جوي ولا بريد عادي؟ لما اجي اجاوب بعمل بقى الايه؟ حركات اللي هي الاسئله المفاجئه. لما اجي ارد بقول ايه؟ سنجل سنس. ذهاب بس لو سمحت، شكرا. تمام؟ لما بقى ايه؟ بالنسبه لبريد الجوي هقول له ايه؟ ليت مي سي، ليت مي سي، خليني افكر كده شويه بس. بليز اير ميل بليز. تمام، بريد جوي ايه لو سمحت. ماشي يا جماعه، في اي مشكله في السلايد ده؟ اي استفسار؟ تمام، موقف كمان. كيرك اسكس يو اف يو نيد اني ثينج ايلس، وات الموظف ده طلب مني لو عايز اي حاجة تاني، هيقول لي ايه؟ will that be all، will that be all، هذا كل ما تريده، او كل كده تمام، will that be all، كل ده تمام، او يقول لي مثلا ايه، is there، او ممكن ما يقولش is there، ممكن يقول anything else، anything else، او is there anything else. تمام؟ Is there anything else؟ لما اجي ارد عليه بقى اقول له ايه؟ actually بالفعل I like او I also like، انا اود ايضا ان، هو الحاجة اللي انا عايزها منه. تمام؟ I'd like او I'd also like need some information، انا عايز برضه ايه، شوية معلومات. او لو خلاص انا كده مش عايز حاجة هقول له ايه؟ No that's it thanks، لا كل ده ايه؟ هو ده اللي انا عايزه. تمام؟ معناها will that be all، يعني كل ده اللي انت عايزه؟ هل هو ده اللي انت عايزه كله؟ وكله تمام؟ انا لو مش عايز حاجة بقى منه خلاص ايه؟ هقول له ايه؟ No that's it، لا ده كل اللي انا عايزه، thanks او thank you، thank you، شكرا. ماشي يا جماعة؟ في أي مشكلة هنا؟ أوكي. بكده هنكون إيه، وصلنا لآخر إيه؟ محاضرتنا النهاردة.